الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم محددات الطلب Determinants of Demand. طبعا هذا درس في الاقتصاد الجزئي، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا. على بركة الله نبدأ. محددات الطلب Determinants of Demand، ذكرنا في مقطع سابق عن الطلب والعرض Demand and Supply وتفاعل قوى الطلب والعرض وتوازن السوق Market Equilibrium لسلعة ما، بأن الكمية المطلوبة Quantity Demanded والكمية المعروضة Quantity Supplied من السلع لا تتأثر إلا بسعر السلعة. حسب قانون الطلب Law of Demand، ترتفع الكمية المطلوبة من السلعة إذا انخفض سعرها، وتنخفض الكمية المطلوبة من السلعة إذا ارتفع سعرها، ما يعني بأن العلاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة. حسب قانون العرض Law of Supply، ترتفع الكمية المعروضة من السلعة إذا ارتفع سعرها، وتنخفض الكمية المعروضة إذا انخفض سعرها، ما يعني بأن العلاقة طردية بين الكمية المعروضة وسعر السلعة. قانون الطلب، لا تتغير الكمية المطلوبة من السلعة إلا إذا تغير سعرها. نبين ذلك بواسطة الرسم البياني أو التوضيح البياني. على المحور الأفقي الكمية المطلوبة، على المحور العمودي سعر السلعة، والآن الديماند كيرف أو منحنى الطلب اللي هو دي بهذا الموقع دي صب اكس. السلعة طبعا نتحدث عنها اكس لأن هنا عندي كيو اوف اكس كمية من اكس، وعندي سعر السلعة اكس، وهنا منحنى الطلب دي للسلعة اكس. فعند السعر بي 1 على سبيل المثال نشتق او يعني من منحنى الطلب النقطة A على سبيل المثال. هنا ما يعني الآن نقطة A تتكون من زوج مرتب P1 وQ1، أي معنى آخر أفقيا الكمية واحد والسعر عموديا على P1. الآن لنفترض بأن السعر انخفض من P1 إلى P2، ما يعني بأن الآن النقطة التي ستتشكل من الزوج المرتب من الكمية والسعر ستكون على منحنى الطلب اللي هي نقطة B على سبيل المثال هنا. فعند الآن زادت الكمية المطلوبة من Q1 إلى Q2، وبالتالي الآن من Q1 إلى Q2 عندما انخفض السعر من P1 إلى P2، ما يعني الآن انتقلنا من النقطة A إلى B على نفس منحنى الطلب الثابت هنا، وبالتالي التحرك على طول المنحنى. هذه تغير في الكمية المطلوبة من X نتيجة لاختلاف أو تغير السعر. فهنا انخفاض السعر أدى إلى زيادة الكمية المطلوبة حسب قانون الطلب. نكمل. قانون العرض، لا تتغير الكمية المعروضة من السلعة إلا إذا تغير سعرها. الآن التمثيل البياني، على المحور الأفقي بقيت الكميات المعروضة وهنا على المحور العمودي أسعار الكميات المعروضة، وهذا منحنى العرض عندي S sub X. وبالتالي الآن عندما كان سعر السلعة P1، P1 الآن يتفاعل مع الكمية المعروضة وبتنتج الآن النقطة A. A تتكون من الزوج المرتب الآن P1، Q1 على المحور الأفقي و P1 على المحور العمودي. هذه النقطة الآن تتكون من الزوج المرتب Q1 أفقيا و P1 عموديا. إذا ارتفع السعر من P1 إلى مثلا P2، الآن P2 يترتب عليها زيادة الكمية المعروضة من Q1 إلى كمية أخرى، خلينا دعنا نسميها Q2، لكن نشأت الآن نقطة B. B تتكون من الزوج المرتب P2 عموديا و Q2 أفقيا، أو إذا بنقرأها حسب العرف الرياضياتي أفقيا ثم عموديا، أفقيا Q2 و P2. وبالتالي الآن تحركنا من A إلى B على طول منحنى العرض، أي معنى آخر التحرك على طول المنحنى. هذه تغير في الكمية المعروضة نتيجة لتغير السعر. هنا في حالة ارتفاع السعر من P1 إلى P2 زادت الكمية المعروضة من Q1 إلى Q2. توازن الطلب والعرض، الآن على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة، على المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة، عندي هنا منحنى الطلب على السلعة، وعندي هنا منحنى العرض، وبالتالي التفاعل أدى إلى تكون زوج المرتب
افقي عمودنا، هذه نقطه التوازن اكوليبريم كما نسميها. فالسعر التوازني بيكون بالحاله هاي بي 1 هنا، والكميه التوازنيه كيو عفوا بي ستار هنا وكيو ستار هنا، وهنا الكميات المطلوبه تساوي الكميات المعروضه عند نقطه التوازن. اي سعر اعلى من التوازن سيؤدي الى فائض، واي سعر اقل من سعر التوازن سيؤدي الى نشوء عجز في السلعه. الان محددات الطلب، يتغير الطلب. الان لا نتحدث عن تغير في الكميه المطلوبه كونت ديماند، الان نتحدث عن التغير في الطلب او تشينج ان ديماند. يتغير الطلب اذا تغيرت محدداته. هناك خمسه محددات للطلب على سلعه ما على النحو الاتي: اولا اسعار السلع البديله substitute goods والمتممه complementary goods، ثانيا دخل المستهلك consumers income، ثالثا عدد المستهلكين السكان number of consumers او population، لانه زياده السكان تؤدي الى زياده المستهلكين بشكل مباشر، ورابعا توقعات المستهلكين عن الكميات الاسعار كميات السلع المعنيه بالامر واسعار السلع المعنيه بالامر، خامسا واخيرا اذواق المستهلكين consumers taste او اذواق المستهلك. الان ندخل بكل واحد من هذه المحددات لوحده. اثر اسعار السلع البديله substitute good، اذا كانت اكس وواي سلعتان بديلتين، لاحظوها، اذا كانت اكس وواي سلعتان بديلتين فان ارتفاع سعر واي يؤدي الى زياده الطلب على السلعه اكس. ارتفاع سعر واي كسلعة بديل، الآن واي بديل عن اكس او اكس بديل عن واي، فارتفاع سعر واي، لاحظوا على المحور العمودي الآن سعر واي price of واي، هنا الكمية المطلوبة من اكس، وهذا المنحنى الطلب لاكس، لكن السعر على المحور العمودي هو سعر واي، فارتفاع سعر واي يؤدي الى زيادة الطلب على السلعة اكس. وعلى سبيل المثال ارتفعت اسعار لحم الضأن المحلي، لحم الخروف البلدي، ما ادى الى ارتفاع الطلب على لحم الضأن المستورد لانه ارتفعت الاسعار. بما انه احنا الان نفترض بان لحم الضأن المحلي بديل عن المستورد او المستورد بديل عن الضأن المحلي، فان ارتفاع سعر احدى هاتين السلعتين يؤدي الى انخفاض الطلب على السلعة الاخرى. هنا يمكن تمثيل ذلك على شكل ازاحة تامة في منحنى الطلب الى اليمين، لانها ارتفعت اسعار لحم الضأن المحلي وبالتالي أدى إلى ارتفاع الطلب على لحم الضأن المستورد، فهذا الآن هو الطلب على اللحم المستورد، الآن أدى ارتفاع سعر X عفوا Y إلى ارتفاع سعر الطلب على X، لأنها الآن هي السعر المستوردة، وبالتالي انتقلنا، السعر بقي عند مستوى P1 وقبل الارتفاع كانت Q1 هي الكمية المطلوبة من X. أما الآن بعد ارتفاع سعر Y أدى ذلك إلى الآن زيادة الطلب على اللحم الضأن المستورد، وما يعني الآن يمكن تمثيله على شكل إزاحة إلى اليمين من A إلى B على سبيل المثال، وبالتالي زاد الطلب من Q1 إلى Q2 نتيجة للآن لأن السلعتين X و Y بديلتان. نكمل الآن هنا يؤدي ارتفاع سعر X إلى انخفاض الكمية المطلوب منها وزيادة الطلب على السلعة Y لأنهما بديلتان. أما انخفاض سعر السلعة X فإنه يؤدي إلى ارتفاع الكمية المطلوبة منها وانخفاض الطلب على السلعة Y باعتبارهما بديلتان. الآن أثر أسعار السلع المتممة، إذا كانت X وY سلعتان متممتان فإن ارتفاع سعر Y يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة X، وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الوقود وقود السيارات ما أدى إلى انخفاض الطلب على السيارات لأن الوقود متمم للسيارات. يمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تامة في منحنى الطلب على منحنى الطلب الآن إلى اليسار، الآن هذا سعر الوقود ارتفع كما ذكرنا، هنا الطلب على السيارات، وبالتالي الإزاحة إلى اليسار انتقلنا من منحنى الطلب DX1 إلى DX2، وبالتالي الآن نقطة الالتقاء هنا B، ما أدى ذلك يعني يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب من Q1 إلى Q2 حسب الرسم البياني مع بقاء أسعار السيارات عند المستهلك P1 على سبيل المثال.
يؤدي ارتفاع سعر X إلى انخفاض الكمية المطلوب منها وانخفاض الطلب على السلعة Y لأنهما متممتان. ارتفاع السعر لـ X يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة، نعم، لكن ينخفض الطلب على السلعة Y وليس الكمية المطلوبة من Y، الطلب على Y لأنهما متممتان. أما انخفاض سعر X السلعة X فإنه يؤدي إلى ارتفاع الكمية المطلوبة منها وزيادة الطلب على السلعة Y لأنهما متممتان. نكمل الآن. أثر دخل المستهلك. إذا كانت X سلعة عادية normal good، فإن ارتفاع سعر المستهلك يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة X. وعلى سبيل المثال ارتفع دخل المستهلك بمقدار كاف ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تذاكر السفر إلى أوروبا. لماذا؟ باعتبار أن السفر سلعة عادية ممتازة مطلوبة من قبل معظم الناس. يمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تامة في منحنى الطلب إلى اليمين، ويؤدي ارتفاع دخل المستهلك إلى انخفاض الطلب طبعا على السلعة الرديئة، ويمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تامة في منحنى الطلب اليسار. الآن نأخذ حالة أنه السلعة عادية أو ممتازة. الآن ارتفع دخل المستهلك أدى ذلك إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب من DX1 إلى DX2، وبالتالي الآن نقطة التقاطع هنا مقابل P1 هي B، وبالتالي الآن الإزاحة إلى اليمين، فأدى ذلك إلى زيادة الطلب من Q1 إلى Q2. أما في حالة أن السعة هي رديئة وارتفع دخل المستهلك أو انخفض دخل المستهلك أو ارتفع ارتفع دخل المستهلك، ولأن السلعة رديئة وبالتالي يؤدي ارتفاع دخل المستهلك إلى ارتفاع الطلب على السلعة العادية X وانخفاض الطلب على السلعة الرديئة Y. الآن ما يحدث نتيجة لارتفاع دخل المستهلك وكون السلعة رديئة يؤدي ذلك إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب من DX1 إلى DX3، ونقطة التقاطع الجديدة هي هنا C، وبالتالي الآن الطلب انخفض من Q1 إلى Q3. الآن هنا هذه سلعة عادية وهذه سلعة رديئة. نكمل. أثر عدد المستهلكين السكان number of consumers in population، هذا المحدد واضح التأثير، مفاده بأن عدد المستهلكين أي السكان يؤدي دائما إلى زيادة الطلب على السلع العادية والسلع الرديئة. لماذا؟ فعند زيادة عدد أصحاب الدخل المرتفع يرتفع الطلب على السلع العادية والممتازة، وعندما يرتفع عدد المستهلكين الفقراء فإن الطلب على السلع الرديئة يرتفع، ولا نتوقع في الأمد القصير انخفاض عدد السكان. المحدد قبل الأخير أثر توقعات المستهلكين عن الأسعار والكميات expectations of consumers about quantities and prices. إذا توقع المستهلكون ارتفاعا بالأسعار المستقبلية للسلعة تحت الدراسة فإن الطلب، لاحظوا الآن أنا أتوقع ارتفاع سعر السلعة الفلانية في المستقبل، فإن الطلب عليها في الوقت الراهن يرتفع، بدي أستغل كي يستغل المستهلكون انخفاض السعر الحالي. وإذا توقعوا انخفاض أسعارها في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن ينخفض، شيء منطقي، أي أنهم يؤجلوا إشباع رغباتهم الراهنة كي يعني يتوقعوا لأنهم كي يعني يستفيدوا من انخفاض الأسعار المستقبلية. في حالة الآن توقعت عن الكميات، إذا توقع المستهلكون ارتفاع عرض السلعة إلى حد كاف في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن ينخفض لأنهم يتوقعون انخفاض سعرها. وإذا توقعوا انخفاض عرض السلعة إلى حد كاف في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن يرتفع. أرجو من الطلبة والمتابعين أن يعللوا هذه الحالة كي يمرنوا أذهانهم على التحليل. آخر الآن محدد له هو أثر أذواق المستهلكين consumer taste. يتأثر الطلب على أي سلعة بأذواق المستهلكين، أي بتغير عاداتهم وأنماط الاستهلاك عندهم، وهذا الأثر يتراقى مع الزمن. فمثلا عندنا في الأردن انخفض الطلب بشكل كبير على سلعة الجميل وهو اللبن المجفف، لأن الناس محليا غيروا من أذواقهم بالاعتماد على الثلاجات، أو أن كمية عرض الجميل انخفضت بسبب انخفاض عدد المنتجين ما أدى إلى إقلاع قطاع كبير من الناس عن استهلاك السلعة. المطلوب من الطالب والباحث المتابع إذا أحب البحث في الطلب على الدشداش المحلي اللي هو اللباس المحلي العربي،
هل بقي الطلب على هذه السلعة كما كان قبل 60 أو 70 سنة؟ أدخل الآن متغير أذواق الناس على حالة التحليل هذا، وستكتشف بنفسك ما هي النتيجة. طبعاً الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إن شاء الله أن نلتقي في مقطع قادم قريب، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.